انه الخطاب الغامض اللي انا كلمت فيه الدكتور علاء مشرف ولحد النهارده هذا الخطاب مش عايزين يطلعوه. الخطاب ده طلع من الاربع الماضي يعني والنهارده الاثنين، واحنا تعودنا ان يكون عندنا شفافيه كامله في التعامل مع كل الاحداث، لكن هذا الخطاب لم يظهر. الدكتور علاء مشرف في مداخله هاتفيه قال لي احنا احترمنا وجهه نظر الدكتور حسن مصطفى، قال استنوا يومين، ففات اربع خميس جمعه سبت حد النهارده الاثنين، ست ايام. مش الخطاب ده لسه، الخطاب ده تاني هقول لكم عليه. في خطاب طلع من اللجنه الاولمبيه المصريه مبهم، مازال مبهم، مازال في كلام غامض على الناس. بناء على هذا الخطاب جاء رد من اللجنه الاولمبيه الدوليه، سعداء بالخطوات التي اتخذت من قبل وزير الشباب وتهنئه لوزير الشباب، وقال له انه الاتحادات تعمل لائحتها والانديه تعمل لائحتها، ولم يتطرق الى انتخابات الانديه من قريب او من بعيد. ده الموقف بالظبط. فالانتخابات تتعمل تتعمل، ما تتعملش ما تتعملش، ما تطرقش للامر. لكن بقي في الامر شيء، انه الفيفا محدد لك كان ديدلاين او حد اقصى للرد عليه كان يوم 9 مارس. الخطاب اللي قدام حضراتكم اللي انا هقراه لكم ده طلع من وزاره الشباب، بعته لاتحاد الكره، اتحاد الكره بعته زي ما هو الى الاتحاد الدولي. السيد ساره تسويله مدير التنفيذي الاتحاد المصري لكره القدم بالاشاره الى كتاب الاتحاد الدولي فيفا المؤرخ 26 فبراير بشان طلب موافقته بتقرير في موعد غايته 10 مارس، يتضمن تاكيد ان المجالس السابقه للانديه التي تاثرت بقرارات وزاره الرياضه قد تمت اعادتها الى مناصبها. يعني بيتكلم على الزمالك، على الترام، على الترسانه، على الشمس. نظرا لاعاده تشكيل الحكومه المصريه وتعيين وزير جديد للشباب والرياضه خلفا للوزير السابق، مما تطلب بعض الوقت لدراسه الوضع دراسه شامله في ضوء ما سبق اصداره من قرارات واتخاذ ما يلزم من اجراءات على ضوء تلك الدراسه، بناء عليه نرجو مخاطبه الاتحاد الدولي لاحظت علما بان وزاره الشباب والرياضه سوف توفيكم بالتقرير المشار اليه في موعد غايته نهايه الاسبوع الحالي. مفيش حاجه اسمها نهايه الاسبوع الحالي، مفيش خطاب اسمه نهايه الاسبوع الحالي، ده خطاب حلمنتيشي، خطاب بزراميط. يا سياده المستشار رضا عبد المعطي ده ما اسموش كده يا فندم، اللي اسمه تقول له في موعد غايته 13 14 12 8 17 57، ممكن نعمل الشهر 57 يوم، لك تقول لي غايه الاسبوع الحالي، مفيش حاجه اسمها نهايه الاسبوع الحالي، ما ينفعش الكلام الفارغ ده، يعني مفيش حاجه اسمها نهايه الاسبوع الحالي. هو طبعا كان عايز يسيبها مفتوحه عشان يقولوا نهايه الاسبوع، ما احنا قلنا نهايه الاسبوع تبقى خميس، تبقى جمعه، تبقى سبت تبع الفيفا، فنهايه الاسبوع الحالي في مصر يبقى الخميس، يبقى اخرنا واحد الثلاث الاربع الخميس عشان يرد. ايه اللي بيحصل بقى لحد يوم الخميس؟ اللي بيحصل انه تم اجتماع مع السيد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك المنتخب، طلبوا منه تقديم استقالته، يعني وافق على حاجه من الاثنين، اما انه يقدم استقاله واما انه يعود ويعتمد هذه الجمعيه العموميه لانتخابات مجلس اداره نادي الزمالك اللي هتجرى في نهايه هذا الشهر. السيد ممدوح عباس رفض رفض تام. فبداوا يشتغلوا على الساده الاعضاء، راحوا على اللي هو صبري سراج رفض، راحوا على بعض الاعضاء، حتى رؤوف جسر، رؤوف جسر لم يستقيل وقدم استقاله للمجلس السابق والمجلس السابق لم يبت فيها، وبالتالي هو ما زال عضوا في مجلس الاداره السابق. راحوا للكابتن حازم امام، لعدد من اعضاء مجلس الاداره، وما زال الضغط مستمر على عدد من الاعضاء عشان يبقى المجلس غير قانوني داخل مجلس اداره نادي الزمالك. ده اللي بيحصل دلوقتي، انتوا عارفين شويه في الزمالك الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. استبق الاحداث كلها بقى السيد ممدوح عباس وارسل خطابا جديدا للفيفا، قال نشكركم على خطابكم بتاريخ 26 فبراير والذي اظهرتم فيه تمسككم بشرعية مجلس ادارة الزمالك المنتخب ووجوب عودة وزارك تصحيح اي اوضاع خاطئة خاصة بلوائح الحركة الاولمبية الدولية ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم وجوب تدخل اي طرف ثالث. وكما طلبت اللجنة الاولمبية الدولية تشكيل لجنة ثلاثية من مبعوث اللجنة الاولمبية الدولية اللي هو الدكتور حسن مصطفى ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية، والتي قد ارسلت خطابا متضمنا تقرير عن نتائج هذا الاجتماع للجنة الاولمبية الدولية بتاريخ 5 مارس 2014، وقد نما الى علمنا بان هذا التقرير قد تضمن طلب الحكومة المصرية باجراء انتخابات الاندية احدى الموضوعات الرئيسية في الخلاف على اللائحة المعاقة من قبل اللجنة الاولمبية. قد تم الرد على هذا الخطاب من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بتاريخ 7 مارس، تطرقت اللجنة الاولمبية لثلاث نقاط رئيسية: 1 الانتهاء من مشروع القانون المقدم في مايو القادم، 2 حث الاتحادات الرياضية على الانتهاء من لوائحها لتتماشى مع لوائح الاتحادات الدولية، 3 ان تستطيع الاندية وضع لوائحها. في هذا السياق فان هذا الخطاب لما تطرق لموضوع انتخابات الاندية من عدمه ومما سبق، فانني ارجو منكم سرعة مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لعودة مجلس ادارة المنتخب وارجاع عمل هذه الانتخابات حتى يكتمل صدور قانون الرياضة الجديد واللوائح المتعلقة به والتي تتماشى مع اللوائح الدولية، حتى يمكنني الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية لاقرار اللائحة الخاصة
الخاصه بنادي الزمالك طبقا للائحه الدوليه. واخيرا اود ان اشير الى ان المجلس المنتخب يتعرض لضغوط هائله من قبل الحكومه المصريه لتقديم الاستقاله او الدعوه لاجراء انتخابات قبل صدور اللائحه الجديده. يعني لسه الموضوع مولع كده، الموضوع لسه مولع، كل واحد شايف انه صاحب حق، وكل واحد بيتمسك بحقه، وكل واحد بيلجأ الى الهيئات الدوليه المعتمده التي يتبعها، عشان بس هتشوف الاستقواء بالخارج واستقواء بالداخل. ما انت لما النهارده بتروح للقضاء، ما انت عندك جماعه ما انت بتروح للقضاء، فهي هي بتلجأ الى الهيئات زي بالظبط في التحكيم مثلا ساعه طابا، ما انت رحت لهيئه التحكيم الدوليه ما حدش يعني قال مش عارف ايه. فالامر كله واضح، ما فيش فيه ادنى مشكله لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي اتصور انه لا تزال الازمه قائمه، لا تزال الأزمة مستمرة حتى الآن. ممدوح عباس رفض تماما أن يرضخ لكل ضغوط الاستقالة وكل ما قيل بقى. وبعدين عيب أن حد يطلع في التلفزيون لك الجمهور هيقتل ممدوح عباس لو راح النادي، ده تهديد بالقتل، والناس بتضحك وبتسقف، أمر عجيب وأمر غريب جدا. أرجو أن الدنيا تمشي بشكل محترم وتهدى، لأن احنا داخلين في يعني إطار واضح أنه مش مظبوط.